بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله هنقدم لكم النهاردة في قناتنا قناة بانوراما فيديو مهم جدا 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 عن الخشب اللي بنشتريه جاهز من المعارض، الموبيليا اللي بنروح نشتريها جاهزة من المعارض. نعمل لكم النهاردة فيديو مهم جدا وخطير، بنوري لكم قد إيه إن الخشب ده مش كويس. طبعا مش كله، يعني احنا بنقولش ان الخشب بتاع المعارض كله مش كويس، لا، في خشب ممتاز جدا جدا جدا، لكن احنا بنتكلم في الاغلبية. اغلبية الخشب اللي بنشتريه جاهز من المعارض من غير ما نشوف عمولته، او من غير ما نشوف الداخل بتاعه ايه، من غير ما بنشوف الحشو بتاعه الداخلي او معمول من ايه او نوعية الخشب او. فاحنا النهاردة بنضح لكم النهاردة في الفيديو اللي معانا ده خطورة الامر ده، لان معظمنا بروح بيجيب الخشب من المعارض بينبهر بالتشطيب وبالفينش والحاجات اللي هي الخارجيه، وما بيبصش ولا بيدور في الحاجات اللي هي الداخليه خالص، لا الخشب ولا رادته ولا جودته ولا معمول من ايه ولا اي حاجه. لان احنا النهارده هنوريكم كارثه، بمعنى الكلمه كارثه في الداخل بتاع الخشب، وهنوري لكم الكلام ده عملي معانا في الفيديو ان شاء الله، لان ديت يعتبر انت كده بترمي فلوسك. انت لما بتروح تشتري شغل من معرض وفي العيوب دي كلها، يعتبر انت ما بتشتريش حاجه رخيصه ولا بتوفر، انت كده بالعكس، ده انت بترمي فلوسك. لان انت فعلا التوفير الحقيقي ان انت توفره، ان انت تجيب حاجه تعيش معاك وما تغيرهاش كل مده. يعني انت النهارده لما بتجيب حاجه خفيفه او بايظه او تعبانه وتغيرها وترميها، يعتبر كده انت بترمي فلوسك. لكن التوفير الحقيقي والتوفير اللي يوفر لك فعلا فلوسك، ان انت تشتري حاجه متينه تعمر معاك وتعيش معاك. فاحنا النهارده ان شاء الله هنوريكم الكلام ده فعلا في الفيديو اللي معانا، وهتشوفوا الكلام ده قد ايه الكلام ده خطير جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده قدامنا اهو في الفيديو اللي قدام حضراتكم، ان يعني دي ركنه اهيت جايه من دمياط، دي ركنه جايه من دمياط اهيت قدامنا، كان جايبها لي احد الزملاء يعني، وقال لي عليها ان احنا نعدلها، ما كناش نعرف اللي فيها حقيقه. يعني احنا لما فتحناها والاخ قال لي عايزين نعدلها ونكمل جزء عليها، ما كناش عارفين حقيقه ان فيها الكوارث دي. احنا بنفكها بحسن نيه على اساس ان احنا نعدل ونعمل جزء عليها. لما شفناها واكتشفنا الامر ده، قلنا لا، احنا لازم نصوره ونوريه للناس، لان في حاجات تانية هنوريها لكم بعد كده ان شاء الله في فيديوهات تانية كمان، في اخطر من كده كمان في الشغل الجاهز. فان شاء الله احنا معانا الفيديو اهوت، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم الركنه يعني اللي قدامنا دي تكاد تكون خاليه تماما من الخشب، ما فيش فيها اي خشب، بالعكس ده هو لم الزباله بتاعت الورشه عنده او بتاعه اسواق السمك والحاجات دي، الخشب اللي هو بيجي في صحرات السمك والصحرات والكلام ده كله، لمه بيشتري بالكيلو او حاجه زي كده وبيجيبه ويشقه كده، يعني زي ما هو، لا بشقه ولا بيعمله خالص ولا بينظفه، وبيحطه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، يعني زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهوت، ان الخشب يكاد يكون مفيش خالص، زي العصيان ومجرد ان هو مسمرها ببعضها وجايب يعني كراتين اللي هي بتاع الشيبس والكلبز والحاجات دي، يعني دي الزباله اصلا، هو شاريها بالوزن كده، وحاجات يعني حاجات صعبه جدا جدا يعني. فهو جاب كراتين وحاططها زي ما انتم شايفين حركه كده يعني على اللي هي السدايب او الحاجات الرفيعه دي، يعني دي اصلا ما تشتلش طفل اصلا، يعني حتى لو طفل وزنه 5 كيلو 6 كيلو ما تشتلوش، تقع بيه. فما بالكم لو يعني انسان سوي وزنه 70 كيلو 80 كيلو، يعني ما تتحملش. وزي ما انت شايف حضرتك كده كمان، ان الاسفنج اللي هو عامل منه اسفنج 5 سم تقريبا او 4 سم مش مكمل، يعني كارثه بمعنى الكلمه. يعني ده لو قعد عليها طفل تقع بيه، يعني الركنه دي لو قعد عليها طفل صغير وزنه 10 كيلو تقع بيه وتتكسر بيه، فما بالك بقى لو بني ادم كبير. فيعني زي ما انتم شايفين حضراتكم كده في الفيديو، يعني الجوانب بتاع الركنه الاساسيه اللي هي العصب الاساسي بتاع الركنه اللي متكون منها الاساس بتاع الركنه وعصب الركنه، ضعيف جدا جدا جدا، مش مكمل سنتيات. يعني ده المفروض ما يقلش عن 4 سم او 5 سم، ده معمول سدايب وكلها مسوسه. حضراتكم لو ركزتوا في الفيديو قدام حضراتكم فاسوس اصلا ومسوسه، يعني ده ما كملش اصلا سنه، مش عايز اقول لك شهر كمان او شهرين، ما كملش سنه وتلاقيه وقعت. ناهيك طبعا عن الشيلات، ضعيفه جدا. وبعد كده هو جاب الكراتين اهو زي ما قدام حضراتكم، كراتين حطها ورصها على السدايب اللي اصلا في الاصل ضعيفه. وبعد كده حتى ده بنت يعني المفروض بتعمل طبقه اسفنج اقل حاجه 12 سم او 10 سم او 11 سم، لا ده هو كمان عشان يوفر وعلشان يعني يكاد يكون ما حطش اي فلوس خالص، جايب اسفنج 5 سم او 4 سم.
ده يعني بالظبط كده شهرين ثلاثة هتلاقيه بطت بقى عامل كأنه يعني طبقة كرتون مش هيفضل. وطبعا هو بيجيب كثافة تعبانة جدا جدا، كثافة الأسفنج اللي هو حتى شغال منه كثافة ضعيفة جدا جدا جدا. فيا جماعة احنا بنوري لكم الفيديو قدام حضراتكم اهوت عشان تخلوا بالكم جدا، تخلوا بالكم وتاخدوا حذركم من الحاجات دي، لان يعتبر انت كده بترمي فلوسك ما بتوفرش. وده طبعا احنا الكلام ده مش على عموم المعارض، طبعا في معارض محترمة وشغلها محترم ولها ورش ولها اماكن، احنا بنتكلم ده على الشغل اللي هو تحت بير السلم زي ما بنقول، يعني ده شغل زبالة زبالة زبالة. واصلا الحاجات دي اللي انت بتجيبها ببيتك دي اصلا ممكن يكون فيها سوس يتنقل عندك في الموبيليا اللي عندك في بيتك تبوظ لك، يعني مش على حد ان هي حتى في حد ذاتها تبوظ، لا ده ممكن تتنقل لك في الموبيليا الجديدة عندك، لو عندك موبيليا تانية ممكن السوس يتنقل لها ويبوظ لك الشغل. فرجاء يعني ناخد بالنا من الحاجات دي كويس وندقق كويس في الشغل، ولازم ناخد بالنا. واحنا هنا ما بنشككش في حد خالص، لا احنا بس بنوعي الناس ولخطورة الامر ولازم ياخدوا بالهم. وطبعا الشغل العمولة مهما كان بيبقى قدام عينك، فانت عشان تبقى واخد بالك تماما. وفي النهاية بنشكركم جدا على حسن استماعكم، وياريت تشتركوا معنا في القناة عشان برضو ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة جدا هتعجبكم، وهنعرفكم ازاي ايه طرق الغش في الموبيليا ونوعية الخشب وحاجات كتير جدا ان شاء الله هتعرفوها في الموبيليا. ولما تيجي تجهز لبنتك او لابنك او مطبخ او ركنة او عفش ان شاء الله اشتركوا معنا في القناة وهتتبسطوا قوي وهتشوفوا حاجات كتير جدا مهمة ولازم تكونوا عارفينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.